مالي. سيد محمد، رغم هذه المظاهرات المستمرة وهذا الإضراب، صراحة ليست الأول مرة، يعني هذه التحركات التي يقوم بها الشارع الإسرائيلي، ومع ذلك لا يزال الإسرائيلي متمسك بأنه في وقت الحرب لا نغير قادتنا. قد تكون هذه القاعدة برأيك، هل هي صحيحة أم خاطئة؟ هذه قاعدة عسكرية طبعا، عند انتهاء الحرب إذا ربح القاضي يتم شكرهم، وإذا خلصت الحرب يتم عزلهم. أما في خلال الحرب، طبعا في خلال الحرب أنا أظن أن هاي الشغلة مش بس عند إسرائيل، هي تكتيك حربي ويعني إجباري. يعني حتى هاي بالنسبة لنا نحن، حتى اليوم بحماس ما ممكن نحن نعرف مين استشهد ومين ما استشهد من القاضي، إلا لما تنتهي الحرب ممكن نحن نعرف شو تأثير الحرب كانت على القاضي وعلى مستوى الاغتيالات، وشو راح يصير في تغيير بقلب مثلا المقاومة. نفس الشيء لازم نستنى لحتى تنتهي الحرب، لحتى يا بيطلع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيقدم استقالته مثله مثل كل قادة الأركان اللي قبله اللي قدموا استقالتهم، أو أغلبهم راحوا باستقالة يعني عن فشل نعم يعني. يا سيد محمد، في حال يعني إسرائيل تبعت هذه القاعدة وتمسكت بها للحظة الأخيرة، فبالتالي النتائج هي قتل جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة وإيقاع المزيد والمزيد من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة هذا، ولم نتحدث عن الضفة الغربية المشتعلة كالنار في الهشيم صراحة. وبالتالي يعني بعد انتهاء الحرب بطريقة ما يقوم القضاء الإسرائيلي بتغيير ومحاكمة نتنياهو، إذا في هذه الحالة لم ينتصر الإسرائيليون ولم ينتصر الفلسطينيون، وبالطبع سيكون يعني الفلسطينيين كما تحدثت هم يؤمنون بأن ضحاياهم هم شهداء، ولكن بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي هؤلاء قتلى الإسرائيليين هم خسارة فادحة، وأيضا سيكون هناك يعني هناك الكثير من النتائج التي ستترتب على هذه الدولة المزعومة، كالهجرة العكسية وتراجع جميع مقومات الحياة في الكيان، نورال صح؟